ومرحبا، ورجعنا لكم بالفيديو الأسبوعي لصفحة اليوفنتوس. راح أحكي اليوم عن موضوع انسألت عليه هواية، التصبغات اللي تصير بالشفايف، شنو أسبابها، شنو العلاج والحماية من عندها. أول شيء الأسباب، أهم سبب من أسباب التصبغات هو التعرض للشمس بدون ما نخلي أكو يجي مرطب للشفايف بواقي شمسي. إذا نتعرض يا جماعة، الشفايف حالها حال الجلد الآخر، فكثرة التعرض للشمس بدون استخدام واقي شمسي خاص للشفايف راح يسبب تصبغات. فبالتالي هاي أول سبب من الأسباب. ثانيا التدخين، الجفاف، التحسس، قلة استخدام المرطبات طبعا، نوعية اللايف ستايل مالتنا، قلة شرب المي، هاي كلها ممكن تكون سبب من أسباب تصبغات الشفايف. أما الحماية من عدها فأول